صباح الخير، صباح الخير، كيف الحال؟ معك دكتور حنين من مجموعة الوطن الطبية في ثالث محاضرة عندنا البايوكيمستري أو الكيمياء الحيوية. سامعيني منيح اللي موجودين على الزوم صحيح؟ لأنه أنا عندي حضور هيك وعم نجهز بالقاعة. يا ريت تأكدوا لي بمسج لو سمحتوا إذا في مسموع الصوت. أي تمام، يسعد صباحكم جميعا. تمام. هيك تمام. عفوا، يعطيكم العافية وإن شاء الله كان في أسبوع كويس، هاي ماشي حاله. خلصنا تقريبا الأسبوع الماضي نبذة عن البايوكيمستري بالإضافة لأول محاضرة بالمكونات الجسم أو العناصر الموجودة بالجسم مثل الأمينو أسيدز، وعرفنا يعني بشكل كما هو مطلوب منا شو هي الأمينو أسيدز وشو الأمينو أسيدز الموجودة واللي اتطرقنا لها. يسعد صباحكم جميعا. وتطرقنا لها بشكل شوي ما بدنا نتعمق لحتى انه احنا نقدر نسيطر على المعلومات اللي بنشوفها، لانه بصراحة مش مطلوب انه نتوسع بشكل كبير في موضوع المعلومات. تمام. هلا مثل ما حكينا انه الامينو اسيدز هي المكون اللي زي ما بقولوا البلوك كومبوننت اوف بروتينز، يعني هي العنصر المكون للبروتينات. طبعا ما بدي ارجع احكي كثير عن موضوع الامينو اسيدز، بتهيألي حكينا فيه بزياده، بس لكان انه احنا نعرف بشكل يعني مختصر او مفيد لو بدنا نيجي نحكي بشكل يعني ادق انه شو هي الامينو اسيدز وليش احنا بندرس الامينو اسيدز وشو هي العنصر الأساسي أو المكون لشو بالضبط. مثل ما حكينا هي العنصر المكون للبروتينز، وحكينا باستفاضة عن الموجود من الأمينو أسيدز اللي عندنا بالكون أو بالجسم الإنسان. بدنا نتطرق لموضوع البيبتايدز. البيبتايدز اللي هي عبارة عن تجمعات أو عبارة عن more than one amino acid. خلينا نحكي بالنسبة للأمينو أسيدز can be linked by a condensation reaction in which an OH اللي هي مجموعة الهيدروكسيل is lost from the carboxyl group of one amino acid. الـ OH اللي هي هاي إحنا بنفقدها من مجموعة الكربوكسيل اللي هي COOH اللي موجودة بالأمينو أسيدز with a hydrogen from the amino group of a second amino acid. يعني باختصار أمينو أسيد مع أمينو أسيد بنعمل بينهم تفاعل، التفاعل هذا اسمه هيدروليسيس أو إضافة ال H2O. تمام. فال OH بتتحد مع الهيدروجين بطلعونا a molecule of water and leaving the two amino acids linked in is called a peptide bond. يعني احنا لما بدنا نعمل هذا الكوندنسيشن رياكشن عشان يعطيني البيبتايدز. البيبتايدز اللي هي زي ما قلنا عبارة عن اتحاد لأكثر من أمينو أسيد. تمام. هاي البيبتايد بوند بتصير the resulting CO and H bond is called peptide bond. لو بدنا نيجي نشرحها بشكل السكتش هذا ممكن انه هو يوضح لنا اكثر. هلا هذا اللي هو الامينو اسيد نمبر واحد، اللي هي احنا قلنا الامينو اسيد عباره عن تركيبه بتتركب من اربع مكونات، الاساس فيها السي او او والاساس فيها الان اتش. تمام. هذه السي المحوريه فيها اتش وفيها الايش السايد تشين اللي هي الار. نعتبر هذا رقم واحد. هذا رقم تو. رقم اثنين، هلا مثل ما حكيت قبل ثواني انه الكوندنسيشن رياكشن التفاعل اللي بصير بناخد من هون ذرة ومن هون ذرة لحتى نطلع ال H2O. هاي مجموعة الكربوكسيل وهاي مجموعة ال
امين. فاللي بينتج عنا هذا الموضوع، اول شيء الاتش تو او بنطلعها اللي هي الميه، فبالتالي بيعطينا مركب اسمه داي بيبتايد، وهي هاي البيبتايد بوند اللي بتتكون. البيبتايد بوند يعني باختصار اللي هي الرابطه البيبتيديه، لو بدنا نيجي نحكيها بالتعريب، الرابطه البيبتيديه اللي بتتكون ما بين حمض امين وحمض امين لحتى يعطينا إشي اسمه داي بيبتايد. خلينا كنا نتفق انه الداي بيبتايد عباره عن تو امينو اسيدز، تمام؟ يعني عبارة عن 2 أمينو أسيد، تمام؟ The resulting CO and H bond is called peptide bond اللي حكينا عنها. The four atom functional group C double bond O and H is called an amide group. الأمايد جروب اللي هي عبارة عن ارتباط الآن مع CO، هاي كلها هذه بنسميها إحنا amide group، اللي هي ان اتش مرتبطه بالسي دبل بوند او، هاي اسمها الاميد جروب، تمام. خلينا بس نعلم او نسمي هذا التفاعل. هذا التفاعل اسمه اللي هو كوندنسيشن رياكشن، اللي هي اللي احنا بنسميه بالتعريب انه هو تكثيف او انه اضافه ميه، او انه سوري اخراج ميه مش اضافه ميه. الامينو اسيدز جويند by a series of peptide bonds are said to constitute a peptide. يعني لما يكون في عندنا more than two amino acids بنسميه هذا المركب peptide، لما يكون أقل من 10 بنسميهم oligopeptide، ولما يكونوا أكثر من 10 بنسميهم polypeptide. يعني باختصار بتتقسم حسب عدد قديش في amino acids في هذا المركب. polymers اسمها، يعني هو حكى لك بالأول small polymers يعني أقل من 10، تمام. larger 10 اللي هم polypeptides ممكن يكون في أكثر من 10 وأكثر من 20. طبعا هذا بنتطرق فيه إلى قصة البروتينز، يعني البروتين عبارة عن سلاسل من الأمينو أسيدز، أو سلاسل من الدايبيبتايدز والأوليغوبيبتايدز حتى البوليبيبتايدز، تمام. A peptide is two or more amino acids joined together by peptide bonds. And a polypeptide is a chain of many amino acids. يعني كلام بيفسر بعضه. زي ما قلنا إنه البوليبيبتايد عبارة عن chain، يعني سلسلة من الأمينو أسيدز، مش اثنين ومش ثلاثة ومش تسعة مثلا. خلينا نفوق يعني نتفق على رقم إنه اللي فوق العشرة ممكن نسميهم بوليبيبتايد، تمام. حكينا عن هاي الرابطة، وان أمينو أسيد مع الثاني بيتحدوا مع بعض بيطلعوا لي المية، وبعدين بصير في هون الرابطة البيبتيدية أو البيبتايد بوند، هاي هي اللي بتكوني العلاقة أو الرابطة ما بين one amino acid with others عشان يعطيني دايبيبتايد والأوليغوبيبتايد والبوليبيبتايد ومن ثم البروتينز، تمام. لو بدنا نيجي لموضوع البروتيوليسز، جاية من لو بدنا نقسمها بروتيوليسز، بروتيو يعني جاية من كلمة بروتين، لايسز يعني تفكيك أو تحليل البروتين، تمام. بروتيوليسز is the breakdown of proteins into smaller polypeptides or amino acids. يعني مفسرة حالها انه هي عبارة عن breakdown. breakdown يعني تكسير او تجزيء البروتينات الى اقل او اصغر بوليبيبتايدز، او حتى الى الامينو اسيدز اللي هي الوحدة الاساسية للبروتين او لتكوين البروتين. طبعا هذه عبارة عن تفاعلات كثيرة، لها اكثر من ميكانيزم، لها اكثر من دور في الجسم، لها اكثر من انزيم، هلا رح نيجي لهم بالتدريج. It's necessary to break down proteins into small peptides سواء كانوا tripeptides أو dipeptides أو حتى الأمينو أسيدز. ليش إحنا لازم أو ليش الجسم لازم يكسر هاي البروتينات اللي إحنا بناخدها من خلال الأكل ويعطيني منها small peptides اللي هي tripeptides والdipeptides والأمينو أسيدز؟ So they can be absorbed by the intestines.
and the absorbed tripeptides and dipeptides are also further broken into amino acids intracellularly before they enter the bloodstream. يعني لازم أي مركب كبير إحنا بناخده من خلال الفود سواء كان بروتين سواء كان ليبيدز أو حتى كربوهيدرات لازم إحنا من خلال تفاعلات في الجسم إنه يتكسر للوحدة الأساسية المكونة لهذا المركب الكبير. ما بصير أي نوع من الأبسوربشن أو الامتصاص من غير ما يكون في عندي تجزيء. ما في مركب كبير على بعضه هيك بتم امتصاصه من خلال سواء الأمعاء أو دخوله إلى الخلايا إلا إذا كان بلوك أو هو الحجر الأساسي يعني المكون الرئيسي. تمام؟ كيف بتم التكسير؟ عبارة عن the amide يعني ننعكس the amide bond can only be broken by amide hydrolysis يعني إحنا بنضيف المية على هذا المركب بندوبه بنعمل له hydrolysis where the bonds are cleaved with the addition of water molecule يعني إحنا بنضيف جزيئات المية على هذا المركب بنعمل له amide hydrolysis. إذا بتتذكروا الأمايد هلأ حكينا عنها اللي هي الرابطة أو الشكل اللي بيتكون اللي هي قلت لكم عنه هون اللي هي البيبتايد بوند. هاي الـ NH مع السي دبل بوند أو هاي بنسميها إحنا أمايد. هاي الأمايد بيتم تكسيرها من خلال إضافة ووتر مولكيول اللي هو جزء من أو جزيء من الووتر. التفاعل بنسميه هيدروليسز. خلينا نتفق على شغلة إن تفاعل الهيدروليسز هو عكس تفاعل الكوندنسيشن اللي هو ايش اللي كوننا فيه بالاساس البروتين. Living organisms have enzymes which are capable of both forming and breaking peptide bonds. يعني جسمنا هذا عبارة عن مواد كيميائية. طبعا هاي الكيمياء المواد الكيميائية اللي عبارة عن انزيمات. هاي الانزيمات إلها القدرة طبعا لو بدنا نيجي نسأل نفسنا مين اللي بيكسر هاي البروتينز ومين اللي بيصنع لنا البروتينز من في الجسم. فهي كلها عبارة عن مواد كيميائية بتفرز من الجسم نفسه بتسمى الإنزيمات. هي اللي إلها القدرة على إنها تعمل forming or breakdown للبيبتايد بوند اللي هي البيبتايد بوند اللي هي بتربط بين الأمينو أسيدز عشان إيش تعمل لنا البروتينز أو البيبتايدز. تمام. في حدا عنده سؤال لعند هون؟ أنا بظن إنه إحنا شوي بالمقدمة. إذا في حدا لحتى الآن مش فاهم عن موضوع اللي هي الرابطة الموجودة كيف تتكون الرابطة وشو هي الرابطة يا ريت يعني عشان نقدر نعدي عنها ونفوت لقدام. يكتب لي على الشات إذا في أي مشكلة أو أي سؤال. هون الحضور في حدا عنده سؤال؟ تمام. لو بدنا نيجي نحكي عن البروتينز كيف بتم هضمها وكيف بتم تكسيرها في الجهاز الهضمي أو في الدايجستيف سيستم. In human digestion, proteins in food are broken down into smaller peptide chains وأمينو أسيدز. مثل ما حكيت إنه الجهاز الهضمي يحتوي على الإنزيمات بتم إفرازها سواء من المعدة سواء بتم إفرازها من البنكرياس أو بتم إفرازها من بطانة الأمعاء الدقيقة. كلها عبارة عن إنزيمات بتم من خلالها تكسير هاي البروتينات مثل ما حكيت حتى يسهل امتصاصها ونقدر نستفيد منها. يعني عفوا لو ما تم تكسيرها وما تم لا سمح الله لو في خلل في أي نوع من الإنزيمات أو إفراز الإنزيمات وما تم علاجه بصير في خلل أساسا في تكسير البروتين وبصير في خلل في بعض وظائف الجسم اللي إتمام هذه الوظيفة بيعتمد اعتماد أساسي على وجود الأمينو أسيدز في الجسم. تمام؟
Smaller peptide chains by digestive enzymes such as pepsin, trypsin, chemotrypsin, and elastase. هاي الإنزيمات هي المسؤولة عن تكسير البيبتايدز الكبيرة لتعطينا small peptide chain، يعني بالمختصر ما بتعطيني الأمينو أسيد، يعني بتكسر البروتينات من سلاسل كبيرة لسلاسل أصغر، يعني هي هذه شغلها هاي الإنزيمات. لو بدنا نيجي نحكي عن مثلا البيبسين، البيبسين بيتم إفرازه من خلال، هاي المعلومات راح أكتب لكم إياها على الجروب لأنها مش موجودة هون في المحاضرة أو بالباوربوينت، بس أساسي تعرفوها لأنه ما فينا نحفظ هاي ويجي حدا يسألنا إنه وين والله الموجودة البيبسين، شو هو البيبسين، من وين بيطلع، وشو بيهضم، وشو بيكسر. برضه مش حلو إنه حتى يكون الواحد في عنده شوية معلومات بسيطة عن شوية الإنزيمات هاي اللي بتفرز في الجهاز الهضمي. لو بدنا نيجي نحكي عن البيبسين، البيبسين عبارة عن إنزيم بيتم إفرازه من خلايا اسمها gastric chief cells، يعني خلايا موجودة وين؟ من اسمها gastric، موجودة بالمعدة. هاي الخلايا موجودة بالمعدة بتفرز الشكل الغير فعال من الإنزيم، يعني inactive form of pepsin اللي هو اسمه بيبسينوجين. بيبسينوجين هذا عبارة عن زيموجين أبرو إنزيم، يعني خليني بس أبسط الفكرة، يعني هذه الخلايا ما بتعطينيش الشكل الفعال من البيبسين اللي راح يكسر البروتين، بتعطيني الشكل الغير فعال أو الانأكتيف فورم. هذا الشكل الغير فعال إحنا بالكيمياء بنسميه زايموجين أو بنسميه برو إنزيم، يعني ما قبل الإنزيم، من كلمة برو، برو يعني قبل، مش شرط إنه يعني نحفظ إنه شو اسمه هيك، لكن للمعرفة كتير منيح حتى نقدر نفرق. لو حدا سألنا شو الفرق بين البيبسين والليبسينوجين مثلا، لا لازم نكون عارفين. هذه الخلايا الموجودة بالمعدة بتعطينا إنزيم غير فعال اسمه بيبسينوجين، تمام؟ لكن إحنا في عنا خلايا موجودة في جدار المعدة اسمها بارييتال سيلز، غير طبعا هي بتختلف عن جاستريك تشيب سيلز اللي بتطلع لنا البيبسينوجين. الثانية اللي هي الخلايا اسمها بارييتال، من بارييتال يعني هي موجودة بجدار المعدة باللايننج تبع الاستمك تبعنا. هاي الخلايا بتعطيني ال HCl، الحمض اللي احنا حكينا عنه، الحمض اللي بيتم من خلاله هضم المواد الغذائية اللي هو الهيدروكلوريك أسيد، تمام. هذا الحمض شو بيسوي لي؟ هذا الحمض بخلي لي طبعا البي اتش تبعت المعدة عبارة عن من بي اتش 1.5 ل 2، ماكسيموم 2 قيمة البي اتش في المعدة، which activate بيبسين. يعني بالمختصر البيبسين ما بيشتغل إلا بوسط حامضي ما بين الواحد والاثنين، البي اتش لازم تكون بالمعدة 1 ل 2، وهي البي اتش ما بتكون موجودة إلا عند إفراز الـ HCl اللي من الخلايا الموجودة في بطانة أو في جدار المعدة اللي بنسميها بارايتال سيلز، تمام؟ في شغلة بدنا نحكيها، يعني البيبسين هذا زي ما قلت من 1 ل 2 أو 1.5 ل 2 بي اتش بيشتغل، فبالتالي بيتم من خلاله تكسير البروتينات الموجودة بالأكل. إذا طلعت البي اتش فوق الثلاثة معناته هذا ان عندي البيبسينو او البيبسين سوري بصير ان اكتيفيتد، يعني ببطل فعال، يعني وجوده وعدمه واحد، لازم البي اتش تكون ما بين 1.5 ل 2، تمام. في حدا عنده سؤال في موضوع البيبسين والبيبسينوجين؟ يعني انا ما بحب افوت شويه واتعمق الا يعني اتاكد انه شوي المعلومات انهضمت مبدئيا لحتى انه نقدر نستمر. زي ما قلت البيبسين اول، يعني لاحظوا انه البيبسين اكثر واحد، يعني اول واحد حطوه لانه دائما حتى بعض الناس العامه، مش الناس اللي عندهم تخصصات طبيه، بيعرفوا شو يعني بيبسين، تمام. بصراحه
معلومات عامة مش حلوة إنه إحنا والله زينا زي مثلا أي حدا مش دارس صيدلة. إذا واحد من الشارع أو واحد عفوا من البيت عارف شو يعني بيبسين، والله البيبسين هو عبارة عن إنزيم في المعدة بيهضم البروتين. لا، أنا كصيدلي بدي أعرف شو أساس البيبسين، شو وظيفة البيبسين، شو الشكل الفعال، وإمتى بيشتغل، من وين بيطلع كمان. هذا الإشي مهم. ثاني إنزيم التريبسين. التريبسين كمان لو بدنا نحكي عنه هو عبارة عن إنزيم موجود في السمول انتستنز، يعني في الأمعاء الدقيقة. يعني بنستدرج من هذا الموضوع إنه هو بيشتغلش في الوسط الحامضي، ما بيشتغل بالمعدة، هو عبارة عن إنزيم بيشتغل في البيزك ميديا أو في الوسط القاعدي. تمام. ممكن احنا كمان نسميه بروتيولوتيك انزيم او بروتينيز، يعني هو عبارة عن انزيم اسمه تريبسين، ومن اسمه فيه له اسم ثاني زي ما قلت مش شرط انه احنا نعرفه، انه هو بروتيوليز، انه هو بكسر البروتين، وهو زي ما قلت works in alkaline media secreted by pancreatic juice، يعني عبارة عن إنزيم بيتم إفرازه من خلال العصارة البنكرياسية، يعني هو بيطلع من البنكرياس وبصب في الأمعاء الدقيقة، فبالتالي هو بيكسر البيبتايدز اللي بتكون موجودة في الأمعاء الدقيقة من خلال اللي هي البيزك ميديا، يعني بيشتغل في البيزك ميديا. لو بدنا نيجي نحكي عن شو الفرق بين التريبسين وشو الفرق بين البيبسين، هذول الاثنين يعني لو بدنا هو حالتفصيل حتيجي شوي لقدام، بس البيبسين بيشتغل على البيزك امينو اسيد، البيبتايد بوند اللي موجودة في البيزك امينو اسيد. تمام. ولو بدنا نيجي نحكي عن التريبسين بيشتغل على الاروماتيك امينو اسيد، البيبتايد بوند اللي بتكون في الاروماتيك. حكينا الاروماتيك اللي هي بتكون فيها سايد تشين، بتكون فيها عبارة عن حلقة بنزين. البيزك اللي بتكون فيها الاتش او السي اتش، يعني عبارة عن سلسلة بسيطة ما فيها طبعا اللي هي حلقة البنزين. تمام. لو بدنا نيجي نحكي عن الكيموتريبسين، تمام، هو نفسه التريبسين بس هو بيشتغل على سوري تريبسين بيشتغل على البيزك، والكيموتريبسين او الكايموتريبسين بيشتغل على الاروماتيك. البيبسين لا، هذا بالسمك ما له علاقة، بيشتغل بالوسط الحامضي. التريبسين والكيموتريبسين بيتم إفرازهم أيضا من البنكرياتيك جوز اللي هي العصارة البنكرياسية، وبيشتغلوا على تكسير الأحماض أو سوري البيبتايدز. هذا بيشتغل التريبسين بيشتغل على البيزك أمينو أسيد، وهذا اللي بيشتغل على الأروماتيك اللي فيه حلقة البنزين. بالنسبة للإيلاستيز secreted by pancreatic juice برضو works in small intestines، يعني اللي هي الالكالين ميديا. وهذا لو بدنا نيجي نلاحظ شوي نوت عن الإيلاستيز، بيشتغل مش بس على البروتينز، الإيلاستيز بيشتغل على البروتين والدهون والسي اتش اوز اللي هي الكربوهيدرات، بتم طبعا إفرازه بالشكل الغير فعال من البنكرياتيك جوز، أغلبهم بيتم إفرازهم بشكل غير فعال من خلال الديودينام اللي هو اللي إحنا بنحكي عنه الاثنى عشر، بيكون في وسط قاعدي، فبالتالي بيشتغل الأكتيف فورم في الوسط القاعدي الموجود في الديودينام. الديودينام اللي هو الاثنى عشر اللي هي بداية الوصلة، أكيد بنعرف تشريح الجهاز الهضمي اللي هي الوصلة اللي ما بين الجزء البسيط هذا ما بين المعدة وما بين الأمعاء الدقيقة، هذا بتكون بداية الوسط القلوي أو القاعدة، من خلاله بيتم تفعيل الإلاستيز وشغل الإلاستيز في هاي المنطقة. تمام. خلينا نجمل البيبسين والتريبسين والكايموتريبسين والإلاستيز، هدول اللي بكسروا لي البيبتايدز الكبيرة للسمولر، يعني ما بيعطوني أمينو أسيدز في الآخر. البيبسين موجود في المعدة، التريبسين كيموتريبسين والإلاستيز بيتم إفرازه من خلال البنكرياس وبيصبوا في السمول انتستنس، سوري،
الإلاستيز بيتم صبه في الديودينم اللي هو الاثنى عشر بداية الأمعاء الدقيقة. الأمينو أسيدز باي فيروس انزيم such as كاربوكسيبيبتيدايز أمينو بيبتيدايز and داي بيبتيدايز. هدول الإنزيمات اللي بتكسر لي smaller peptides بتعطيني منها أمينو أسيدز، يعني شغلهم تكسير البيبتايدز اللي تجزأت صارت شوي صغيرة يعني، وبعد هيك بيعطوني الأمينو أسيدز. تمام، لو بدنا نيجي نحكي عن الكربوكسي بيبتايديز also secreted from pancreas، ولو بدنا نقول شو يعني كربوكسي بيبتايديز، لو بدنا نيجي نجزئه كربوكسي بيبتايديز يعني هو بيشتغل على مجموعة الكربوكسي الموجودة في الرابطة اللي في البيبتايد. تمام، لأنه زي ما قلنا البيبتايد بيجي بتكون الكربوكسي مع الأمينو وبيطلع جزيء المية، فبالتالي هذا الإنزيم بيشتغل على مجموعة الكربوكسي اللي هي سي دبل بوند أو. تمام، لو بدنا نيجي نحكي شوي عن هذا الإنزيم، هو مش مهم بس في تكسير البروتينات، لكن هو مهم في موضوع البلود كلوتينج أو البلود كواجوليشن، ومهم أيضا في موضوع الريبرودكشن اللي هو التناسل أو يعني التكاثر. تمام، في منه اثنين أو نوعين. تمام، في منه A أو B كاربوكسيبيبتيدايز A cleaves aromatic or branch chain amino acid وال B cleaves basic amino acid. يعني لو بدنا نيجي نحكي عن الكاربوكسيبيبتيدايز A، هذا بكسر لي الاروماتيك اور برانش سايد تشين، يعني التشين اللي بيكون فيها حلقه بنزين او سلسله من مجموعه الكربون، الكربون السايد تشين بيكون فيها اكثر من ذره كربون، فبالتالي هو بيكسر في هاي المنطقه. تمام، البي بيكسر من البيزك امينو اسيد، يعني بيكسر اللي ما له سايد تشين وما له اروماتيك، يعني البيزك اللي ما في سلسله جانبيه كثير كبيره، فبيعطيني ريزلت فري امينو اسيد اند سم اوليجو بيبتايدز. بدنا نلاحظ شغله هون انه هو ما بيعطيني كله عباره عن امينو اسيد، بيعطيني اوليجو بيبتايدز، يعني اقل، يعني مجموعه بيبتايدز اللي هي اقل من 10 امينو اسيد، يعني ما بيعطينيش صافي امينو اسيد. تمام، بس بدنا نلاحظ هذه الشغلة. وفي منه الـ A والـ B زي ما حكينا. الأمينو بيبتايديز زي ما قلت لكم برضو كمان هو بيفرز من خلال البنكرياس وبصب في السمول انتستنز، فبالتالي بيعطينا هيدرولايز أو هيدروليسيز للبيبتايد بوند، بيكسر من شقة الان تيرمينال اوف بيبتايد اور بروتين، يعني زي ما قلت لكم من شقة الامينو اللي هي الان اتش المجموعة اللي فيها النيتروجين، الكربوكسي من المجموعة اللي فيها السي دبل بوند او بيتم التكسير، اما الامينو من المجموعة اللي فيها النيتروجين. تمام، الداي بيبتايديز سكريتد فروم انتيروسايتس اوف سمول انتستنز، هذا بيفرق عنهم، هذا بيتم إفرازه من خلال الخلايا الموجودة في جدار الأمعاء الدقيقة. تمام؟ And it cleaves dipeptides to unit amino acid to be absorbed. يعني هذا زي ما بقوله الخلاصة أو آخر سلسلة التفاعل dipeptides، من اسمه داي يعني بيشتغل على two amino acids مشبوكين مع بعض معطيني dipeptide. تمام؟ وبيشتغل على اثنين، ما بيشتغل على اكثر من اثنين، اللي قبله بيشتغلوا على البولي بيبتايد والاوليجو بيبتايد وبيعطوني امينو اسيدز، لكن بالنهايه لاحظوا حتى من مكان افرازه اللي هو بيفرز من اللايننج سيلز الموجوده للسمول انتستين، يعني ما بيفرز من البنكرياس، بيفرز من الخلايا الموجوده في الجدار الداخلي للامعاء الدقيقه، يعني شغل الخلاصه زي ما بقولوا، بكسر لي الدايبيبتايد بيعطيني اللي هي اليونت امينو اسيدز، فبالتالي بيتم امتصاصها من خلال هذه الخلايا بسموها الفيلاي، فيلاي اللي هي الخلايا المبطنة للأمعاء الدقيقة.
Different enzymes have different specificity for their substrate. يعني الإنزيمات هاي بتشتغل على بعض المركبات، يعني specific زي ما بقولوا، ما يعني ما بيجي مثلا الإنزيم هذا بيشتغل على كل البيبتايدز أو البروتينز الموجودة عندي، لا بيشتغل على بعضهم. يعني التريبسين فور اكزامبل بقول لك cleaves the peptide bond after a positively charged residue اللي هي arginine واللايسين. لو بدنا نيجي نحكي التريبسين وين بيشتغل، بيشتغل على الارجينين واللايسين. لو بدنا نحكي عن الكايموتريبسين cleaves the bond after an aromatic residue، يعني في عندك الاروماتيك يعني حلقة البنزين، فينايل ألالين، تايروسين والتريبتوفان، بيشتغل عليهم هدول الثلاثة. لو بدنا نحكي عن الإلاستاز بيشتغل أو cleaves the bond after a small nonpolar residue such as alanine وجلايسين. لو بدنا نلاحظ إنه الألانين والجلايسين هي أقل يعني أحماض أمينية، يعني تركيبتها مش معقدة كتير، فبالتالي الإلاستاز بيشتغل عليهم هدول وبكسرهم. هي هون التفاعل كمان موضح اللي هي ال ROH مع هذا الاشي اللي هون، ممكن شوية مش واضح من هذا الاشي. اها هذا التفاعل، سوري، ال NH مع اللي هي الكربوكسيليك جروب مع ال NH2 بيعطينا هذا المركب وال H2O اللي هي هذه زي ما قلت الأمايد بوند. Peptide bonds are amide bonds characterized by the presence of carboxyl group attached to amine group. Carboxyl مع الamine group. وهو بيعطينا بهذا اللي هي موضوع ال H2O condensation، اللي هو ركب لي هيك البوند أو اللينك. Hydrolysis of peptide bond. Hydrolysis اللي هو تفاعل التفكيك، تمام؟ بيعطينا بيبتايد، هان اعطانا بيبتايد وهان اعطانا ايش امينو اسيد، يعني ما اعطانيش امينو امينو زي ما قلنا في بعض الانزيمات ما بتعطيني امينو اسيد وامينو اسيد، بتعطيني كمان مركب شوي اكبر، فبالاخر بيشتغل عليها اللي هو اخر شيء في الانزيمات اللي هو حكينا عنه الدايبيبتايدز، وبكسرهم لامينو اسيد اثنين. في حد عنده سؤال لهون لعند ما وصلنا؟ محمد وزهرة وباقيين، في حدا مش فاهم شيء اللي هون بالقاعة؟ واضح؟ طب الحمد لله. في حدا بعض؟ واضح، تمام. يعني عشان احنا نسهل الأمور عليكم شوي، إنه هو البروتين مركب كبير احنا بدنا نكسره حتى يسهل عفوا امتصاصه، ما بيمتص كبروتين كامل زي ما بناخده بالأكل، من خلال هذه الإنزيمات بداية بالستمك، بعدين ديودينم، بعدين بنكرياس، بعدين السمول انتستينز، يعني ستيب باي ستيب بتم تكسيره ل أوليجو بيبتايد، بتم تكسيره بعدين لداي بيبتايد، بعدين بتم تكسيره ل أمينو أسيد حتى يتم امتصاصه من خلال جدار الأمعاء الدقيقة أو اللايننج سيلز الموجودة في الأمعاء الدقيقة. نيجي لموضوع الانسولين اند جلوتاثيون، هذه الشغلات اللي دائما بنسمعها. الانسولين طبعا نعرف شو يعني انسولين، هذا الاشي الكل بيعرفه، اللي هو عبارة عن بروتين composed of two chains، يعني هو عبارة عن بروتين بيتكون من سلسلتين. أول سلسلة عبارة عن 21 أمينو أسيدز، فيك تتخيلوا قديش كبير يعني من أول سلسلة.
والبي تشين عبارة عن 30 أمينو أسيد which are linked together by sulfur atom. يعني هدول التشين مش كل واحدة لحال، هدول التشين الـ A والـ B كمان مرتبطين مع بعض بسلفر أتوم، يعني بذرة كبريت. The A and B chains become linked together by two sulfur sulfur اللي هي إحنا بنسميها داي سلفايد بوندز، يعني رابطة ما بين ذرتين سلفر اللي هو الكبريت. ذرة بتكون موجودة في الـ A chain وذرة بتكون موجودة في الـ B chain. هذا التفاعل داي سلفايد بوند رابطة ما بين التو سلفرز بيعطيني اللي هو الأنسولين. تمام؟ طيب لو بدنا نحكي عن جلوتاثيون اللي هي الجي اس اتش is a tripeptide يعني 3 امينو اسيدز، يعني هو شوي اقل او اقل بكثير من موضوع الانسولين. تمام؟ الجلوتاثيون comprised of 3 amino acids اللي هم cysteine وglutamic acid وglycine. هدول او الجلوتاثيون present in most mammalian tissue، يعني موجود في معظم الثدييات او اللي هي الانسجه الموجوده في الثدييات. بيتكون زي ما هو بيحكي من السيستين والجلوتاميك أسيد والجلايسين. كنا طبعا متفقين على هدول انه هي عبارة عن امينو أسيدز، هو عبارة عن مركب ثلاثي في 3 امينو أسيد، سيستين جلوتاميك أسيد وجلايسين. تمام؟ لو بدنا نيجي نحكي عن معلومات عامة بالنسبة للجي اس اتش او الجلوتاثيون، حدا بيعرف عنده اي شيء، اي معلومة، اي معلومة عامة يعني من اي شيء قرأه، شو هو الجلوتاثيون، شو دوره، شو بيعمل؟ هذا سؤال يعني عادي للي بيعرفه، اللي ما بيعرف مش مشكلة، مش شرط يكون عارف كل شيء. نشوف. ما عندي. تمام. أوكي. لو بدنا نيجي نحكي عن الجلوتاثيون، هو اللي هو هذا المركب بصنع في الكبد، يعني في الجسم بتم تصنيعه في الكبد whatever، يعني احنا ممكن ناخده كسبلمنت يعني من خلال الأكل أو من خلال أقراص إذا حدا في عنده يعني نقص في الجلوتاثيون. ليش إحنا بنحكي جلوتاثيون؟ ليش مهم هذا المركب؟ إله عدة أدوار موجودة بالجسم. هذا المركب اللي هو الجلوتاثيون إله دور كبير في موضوع التيشو بيلدينج أند ريبير، يعني في موضوع البناء أو موضوع الالتئام أو ريبير يعني تصليح. مهم جدا في موضوع الريبيرينج يعني أي مشاكل في الخلايا، يعني له كتير دور مهم في موضوع البيلدينج والريبير. كمان شغله making chemicals and proteins needed in body، كمان هو شغلانته او له دور في تصنيع البروتينز او بعض الكيميائيات اللي لازم تكون بالجسم. ثالث شيء immune system function، يعني كمان له دور في موضوع المناعة او في تقوية الجهاز المناعي. كتير في ناس بتقول لك والله أنا باخذ جلوتاثيون عندي مشكلة بدي في المناعة، بدي أقوي الجهاز المناعي عندي، فبياخذوه عبارة عن أقراص ما إله أي مشاكل. يعني لو بدنا نيجي نحكي إنه بس لازم يكون في بعض التحاليل الموجودة لازم نعملها لنتأكد من قديش موجود بالجسم، لحتى إحنا لو كان زيادة عن حده ممكن يعمل لي هايبر سنسيتيفيتي أو إنه هو فرط الحساسية ويعمل لي مشاكل أنا في غنى عنها. زهرة حلو جايين في موضوع الانتي اوكسيدانت، هو كمان انتي اوكسيدانت. هذا شو يعني انتي اوكسيدانت؟ انتي اوكسيدانت يعني هو مضاد للأكسدة. كلنا بنعرف مضاد أكسدة يعني شو، يعني هو بيشتغل على فري راديكالز، بيشتغل على الخلايا اللي او سوري الراديكالز اللي هم بسموهم متطرفين او شغلات إلها ما إلها سبب في الظهور في الجسم،
وبتكسر الخلايا الموجودة بالجسم، فبالتالي بتعمل لي أنواع من الكانسر، ممكن تعمل لي أنواع من الديزيزز أنا في غنى عنها. هذا الجلوتاثيون بيشتغل ضد هذا الإشي، يعني بروتكت بادي فروم ديزيزز، سلو كانسر بروجريشن يعني ببطئ نمو، أو اللي هو الميتاستيسيس تبع الكانسر، نمو الكانسر. كمان شغلة improve insulin sensitivity، يعني هو كمان حساسية الخلايا للإنسولين بزودها، فبالتالي ممكن يساهم في علاج السكري أو في تخفيف أعراض أو مشاكل السكري الناتج من اللي هو resistance للإنسولين، الجذور الحرة. تمام، هاي الترجمة الحرفية. شكرا يا محمد. تمام، الجذور الحرة اللي هي الفري راديكالز اللي ما معروف شو سببها، ممكن عوامل اوتو اميون من خلال خلل في جهاز المناعة، ممكن يكون خلل في الظروف المحيطة بالجسم، البيئة المحيطة، بالتالي هاي الفري راديكالز بتشتغل للأسف على تدمير البادي سيلز، ممكن تعمل لنا كانسرز، ممكن تعمل لنا مشاكل احنا في غنى عنها. في بعض الدراسات بتقول انه هذا كمان الجلوتاثيون له علاقة بالانتي ايجينج، يعني بخفف من موضوع تقدم سن البشرة او التقدم بالسن بشكل عام. في ناس عملت عليه ابحاث بالنسبة لموضوع الاوتيزم، التوحد له دور في علاج او مساهمة في علاج مرض التوحد. كمان في دراسات بتقول انه هو بيساهم في الميتابوليزم للفات، يعني الدهون، بيساهم في تكسير الدهون. كمان لو بدنا نيجي نحكي من موضوع الأكل، هو وين موجود في حال لو إحنا بدنا ناكله بالأكل؟ موجود في الألموند، يعني هو اللوز، موجود في الأفوكادو، موجود في البروكلي، موجود في الأوكرا اللي هي البامية، موجود في كتير أمور، بس إحنا يمكن مش كتير ثقافتنا واسعة يعني كأشخاص في المجتمع تبعنا، إنه وين والله شو هو الجي اس اتش، شو هو دوره، شو بيعمل لي. شفتوا كيف دراسات احيانا بتكون بتوضح لك بعض الامور، يعني بس هو المتفق عليه انه هو بيساهم في التيشو بيلدينج ريبير، بيساهم في تصنيع بروتينات، بيساهم في تقويه جهاز المناعه، انتي اوكسيدانت، هذا كلنا متفقين عليه انه بيساهم في حل مشاكل الامراض، ببطئ من نمو الخلايا السرطانية، ممكن كمان يشتغل على الانسولين سنسيتيفيتي. ايوباك نيم، ايوباك نيم هذا راح ناخده بالاورجانيك كيمستري. شو يعني ايوباك نيم؟ اللي هو الاسم العلمي، اللي هو الاسم اللي بيتم من خلاله تجزئة المركب وتسميته من خلال المركبات الموجودة فيه، الجاما جلوتامايل السيستانايل جلايسين، اللي هو اسمه اللوتاثيون. زي ما لاحظنا انه عباره عن سيستين وجلوتاميك اسيد وجلايسين، كلهم موجودين في الايوباك نيم. جلوتاثيون كونسيست اوف ا جلوتاميت ريزيديو لينكد تو سيستين فيا ايتس، هاي العلامه مسميها جاما، هذه اسمها جاما كاربوكسيل rather than the alpha carboxyl group and followed by conventional peptide bond between سيستين اند جلايسين. يعني اول حاجه الجاما كاربوكسيل بيتم من خلالها سوري الربط اللي هو الجلوتاميت مع السيستين، زي ما شفنا بالاول هو عمل جاما جلوتاميت مع سيستين، هدول مربوطين مع بعض عن طريق الجاما كاربوكسيل اكتر من الالفا كاربوكسيل، لانه الكربوكسيل الموجود في الامينو اسيد في منه اشكال، يعني حسب وين او الروتيشن تبعه، في عندك جاما وفي عندك الفا كربوكسيل، هو يتشابك مع الجاما كربوكسيل اكثر من الالفا كربوكسيل. تمام، followed by a conventional peptide bond between cysteine and glycine، زي ما شفنا هون انه هو اول شيء رابطه بين الجاما جلوتامي مع السيستين، بعدين في رابطة بين السيستين والجلايسين، فبيعطينا اللي هو الجي اس اتش او الجلوتاثيون اللي هو الترايبيبتايد. تمام، الجلوتاثيون acts as an important antioxidant in human body.
That means it helps combat free radicals. These are molecules that can damage your body's cells. هو يعني حكاها بأسلوب شوي أخف من إنه يحكي لك إنه بيعطينا نمو للكانسر سيلز، يعني دمج بادي سيلز يعني بكسر أو بدمر خلايا الجسم، يعني أنتي أوكسيدنت. خلينا نتفق على شغلة معينة بالنسبة للأنتي أوكسيدنت، دائما إحنا بحياتنا العامة خلينا نربط موضوع أو كلمة الأنتي أوكسيدنت في موضوع الكانسر، في موضوع ديسيزز، في موضوع اللي هو الفري راديكال، الفري راديكالز، وهو بحاول انه يعملها كومبات، يعني يحجمها او يحد من ايش تفاعلها مع الخلايا او تدميرها للخلايا. لو بدنا نيجي نحكي عن الانسولين، الانسولين زي ما حكينا في عندنا تشين بي اللي هي عبارة عن 30 امينو اسيد، وفي عندنا تشين اي 21 امينو اسيد. شفتوا هاي الرابطة اللي هي سلفر مع السلفر اللي قلنا عنها داي سلفايد بون، اللي هي بتربط بين الأمينو أسيدز الموجودة، فبالتالي بتكون لنا هذا المركب الكبير اللي هو اسمه الأنسولين. طبعا أكيد مش مطلوب منا حفظ بالتدريج هدول شو، بدنا نلاحظ انه تشين بي اللي هم 30 امينو اسيد، وبدنا نلاحظ انه تشين اي عبارة عن 21 امينو اسيد. كيف نربط تشين بي مع تشين اي؟ من خلال اللي هي داي سلفايد بون. جلوتاثيون شوي يعني اهون، زي ما حكينا الجلوتاميت مع السيستين مع الجلايسين، هو عبارة عن ترايبيبتايد، يعني مركب من ثلاثة، هدول ارتبطوا مع بعض هيها بيبتايد بوند، وهدول ارتبطوا مع بعض بالبيبتايد بوند اللي هون. بروتينز هو محور المحاضرة اليوم عن البروتين، سواء كانت من تفكيكها أو تكوينها أو دورها، أو من خلال كمان التفاعلات اللي بتصير لحتى احنا نكونها او نكسرها لامينو اسيدز او لبيبتايدز. خلينا ناخذ استراحة 5 دقائق، اللي حابب يشرب اشي او يحضر اشي يشربه ياخذ راحته 5 دقائق بس، وراح نرجع لان المحاضرة اليوم تنتهي على 11:30. موجودين يا جماعة؟ راح نكمل المحاضرة. لو بدنا نحكي عن البروتينز، البروتينات عبارة عن مركبات. A protein contains one or more polypeptides. موجودين تمام. A protein contains one or more polypeptides. Therefore, proteins are long chains of amino acids held together by peptide bonds. مثل ما حكينا وبنحكي إنه هي عبارة عن هي عبارة عن مركبات بتتكون من أمينو أسيدز. الأمينو أسيدز هاي مربوطة في بعض من خلال البيبتايد بوند. كان عندك سؤال قبل ما نطلع، قلت لك بعد البريك. على الأنسولين. إيه لا لا،
بتسأل زميلتكم آيات عن الأنسولين إن هو عبارة عن مركبين ولا لا، هو عبارة عن مركب متكون من كتير مركبة أو كتير أمينو أسيدز. حكينا في تشين وفي تشين، تشين A وتشين تشين A و B، واحدة فيها 21 أمينو أسيد وواحدة فيها 30 أمينو أسيد. هدول السلسلتين طبعا هو مركب كبير أكيد هيوج زي ما شفنا بالصورة. هذا المركب بيرتبط التشين A مع تشين B من خلال اللي هي الداي سلفايد بوند، يعني هذه بكون فيها طرف من أمينو أسيد نازل منه سلفر اللي هو الكبريت، وطرف من أمينو أسيد موجود في السلسلة الثانية طالع منه ايش سلفر كبريت. هذول التنتين الذرتين بتفاعلوا مع بعض بكونوا لي داي سلفايد بوند. طبعا هذه مش رابطة واحدة، أكثر من رابطة بتصير بين أكثر من أمينو أسيد من السلسلتين، فبالتالي بيطلع لنا المركب الكبير اللي هو الأنسولين. تمام. There are 20 different standard levo زي ما حكينا. الأمينو أسيد 90% وأكثر من 90% من الأمينو أسيد الموجودة عبارة عن ليفو، يعني اللي حكينا عنه اللي هو موضوع شو الكايراليتي اللي هو إحيادها للضوء سواء ديكسترو اللي هو يمين أو يسار اللي هو ليفو. ليفو ألفا أمينو أسيد used by cells for protein construction، يعني هي بتستخدم 20 different amino acid بتستخدمهم لعبارة عن protein construction يعني بناء البروتين. هذا هو الشغل الأمينو أسيد. Although 20 amino acids are required for synthesis of virus proteins found in humans, we can synthesize only 11 amino acids اللي حكينا عنهم نون اسينشال، يعني هدول موجودين يتصنعوا في الجسم مش ضروري ناخذهم من خلال الاكل. The remaining 9 are called essential amino acids and must be obtained in the diet. اللي حكينا عنهم التسعة هدول اللي لازم ناخذهم من خلال الاكل لانه ما بيتم تصنيعهم في الجسم، وسميناهم essential يعني ضروريين او مهمين، زي الهيستيدين، اللايسين، ايزولايسين، ايسين، ميثيونين، فينايل ألانين، ثريونين، تريبتوفان and فالين. هدول كلهم عبارة عن essential. The end of the peptide or protein sequence with a free carboxyl group is called the carboxy terminus or C terminus. يعني لو البروتين أو البيبتايد هذا كانت نهايته عبارة عن free carboxyl group يعني اللي هي C double bond O وكمان O، هذا بنسميه carboxy terminus أو C terminus، يعني اللي نهايته فيها carboxyl أو اللي نهايته فيها مجموعة ال COOH أو COO. تمام. The terms amino terminus مفهومة and an أو يعني an terminus describe the end of the sequence with a free alpha amino group، يعني اللي بتحتوي على مجموعة الأمين في طرفها عبارة عن إيش بنسميه amino terminus أو an terminus. كل هذه يا جماعة عبارة عن تصنيفات للأمينو أسيدز أو للبروتينز، حتى إحنا يسهل علينا تصنيفها لأنه البروتينات كتير مركبات كبيرة واسعة ومنتشرة، فبالتالي في كتير علماء بيتجهوا إلى تصنيفها حتى يسهل عدها أو يسهل معرفة خصائصها. ففي ناس بتسميها مثلا كاربوكسي تيرمينوس، في ناس بتسميها أن تيرمينوس، حسب بصنفوها حسب إيش تركيبها الكيميائي، وهاي السلسلة بشو بتنتهي وهاي السلسلة بشو بتنتهي، برضو تصنيف معين. في ناس بتصنفهم مثلا زي ما قلنا انه البيبتايدز حسب عددهم، في داي بيبتايد، في اوليجو، في بولي، في بتصنفهم حسب اسينشال ولا مش اسينشال اللي هي امينو اسيدز، كلها تصنيفات حتى انه احنا يسهل دراستها ويسهل حفظها كمان. Function of proteins in our body، احنا يعني شو بنستفيد من البروتينات؟ يعني كلنا بنعرف الأشكال أو الإجابات اللي بنعرفها بالعادة، بروتينات
أخذناها بالمدارس، بغض النظر عن كل واحد مع احترامي له شو درس. شو والله ليش احنا بناخذ البروتينات؟ والله أهم حاجة احنا بنحفظها وبدرسونا إياها إنه إلها علاقة في التئام، إلها علاقة في بناء أو ترميم الأنسجة في الجسم، إلها كثير شغل. مثلا الهرمونات يعني مواد كيميائية بتصنع في الجسم، هي عبارة عن بروتينات لازم مهمة جدا في إتمام كثير من الوظائف. فخلينا نحاول نجملهم. Protein is required for the growth and maintenance of tissue. زي ما حكينا هلأ البديهي حاططها أول واحدة لأنه هو المتعارف عليه والمتفق عليه إنه هي مهمة جدا في نمو والحفاظ على الأنسجة بالجسم. تمام. Allow key chemical reactions to take place within your body. يعني هي عبارة عن enzymes كمان. لو بدنا نيجي نحكي الانزيمز عبارة عن شو؟ عبارة عن بروتينات. تمام. الانزيمز قبل شوي عدينا كم انزيم، وهم نفسهم هاي الانزيمات بتكسر البروتينات، فبالتالي البروتينات لها دور مهم في اتمام بعض التفاعلات او كتير من التفاعلات المهمة. كي كيميكال رياكشنز يعني تفاعلات مفتاحية او محورية مهمة في الجسم بتتم من خلال الانزيمات. Transmit information between your cells, tissues and organs. الهرمونز قديش الهرمونات مهمة في جسمنا، يعني أقل وظيفة محتاجة هرمون. هاي الهرمونات عبارة عن مركبات كبيرة أيضا هي بنسميها بروتينز. الهرمونات طبعا تتشعب، يعني بحر مادة كاملة اسمها هرمونات. هذه الهرمونات هي اللي بتتحكم كم انه شو بده يفوت الخلية، شو بده يطلع من الخلية، الأعضاء، الأنسجة، يعني زي ما بقولوا في إيدها الحركة، يعني لأنه كمان هي بتفرز من أماكن جدا مهمة وحرجة. الغدد الموجودة سواء النخامية سواء الدرقية، أي غدد موجودة بالجسم أهميتها في إفرازها لهذه الهرمونات، وأهمية الهرمونات بالتالي في إتمامها لعملية تبادل المعلومات ما بين الخلايا وتبادل المعلومات ما بين الأنسجة والأعضاء أيضا، يعني سيستم كامل للجسم. Provide the body tissues with structure, strength and elasticity like fibrous proteins. Fibrous proteins اللي هي البروتينات اللي بتعطينا القوة، اللي بتعطينا شكل هيئة الجسم أو هيئة التيشوز الأنسجة، وأيضا الإلاستيسيتي المرونة في الأنسجة. كثير في بروتينات، حاولوا تبحثوا عن شو البروتينات المكونة مثلا للشعر، شو المكونات اللي موجودة في شو البروتينات الموجودة بالجلد، شو البروتينات الموجودة في بعض أعضاء الجسم لحتى تكونها وتعمليها الاستراكشر والسترينث والإلاستيسيتي. تمام. حاولوا تبحثوا عن هذا الموضوع وتعطوني عنه إفادة إن شاء الله المحاضرة الجاية بكرة، ما تنسوا. Proteins act as a buffer system, helping your body maintain proper pH values of the blood and other bodily fluids. يعني هي إيش البفر سيستم؟ السيستم المتعادل للسوائل الموجودة في الجسم. تمام؟ هذا البفر سيستم بيتم حفاظ عليه من خلال الحفاظ على قيم البي اتش اللي موجوده في الدم والموجوده في سوائل الجسم. طبعا البي اتش اذا اختلفت في الجسم بيؤدي الى اسيدوسز، كيتوسز، يعني مشاكل احنا بغنى عنها. البروتينات لها دور جدا مهم في الحفاظ على البي اتش تبعت الجسم، الدم والسوائل الموجوده بالجسم as well. تمام. Proteins in your body maintain the fluid balance. يعني توازن السوائل في الجسم between your blood and the surrounding tissues. اللي هو زي البروتينات اللي هي الألبومين والجلوبيولين. هدول البروتينات الموجودة بالدم هي إلها علاقة في شو؟ في الفلويد بالانس. يعني التوازن في السوائل الموجودة في الجسم بتحافظ عليها. تمام؟
Proteins boost the immune system by forming antibodies to protect your body from foreign invaders. يعني هي كمان بتعزز أو بتقوي جهاز المناعة، فبالتالي بتحمي من أي غزو خارجي أو أجنبي من برا. يعني باختصار هي عبارة عن بتكون لنا أنتيبوديز، أنتيبوديز اللي هي إلها علاقة بالإميون سيستم، بتحافظ علينا من خلال مهاجمة الأجسام الغريبة اللي هي بتكون بتهاجم الجسم، سواء كانت فطريات، فيروسات، سواء كانت بكتيريا، سواء أي شيء ممكن يضر الجسم. لازم الجهاز المناعي يشتغل من خلال الأنتيبوديز. الأنتيبوديز هاي مين بيعملها؟ البروتينز. في حدا بيحكي شيء؟ أجسام مضادة للدفاع عن الجسم، إيه اللي هي الأنتيبوديز. Some proteins transport nutrients، يعني بتعمل نقل للمغذيات throughout your entire body while others store them. أجي مثال، يعني في بعض البروتينات إلها علاقة بنقل المغذيات، النيوترينتس يعني مغذيات، العناصر المهمة للجسم، في الجسم طبعا. في بروتينات بتنقلها، وفي بروتينات بتخزنها. الهيموغلوبين، كلنا بنعرف الهيموغلوبين الموجود بالدم، is a protein that carries oxygen from your lungs to body tissues. هذا الإشي طبعا كلنا بنعرفه، إنه الهيموغلوبين الموجود في الدم عبارة عن a protein. هذا البروتين بيحمل الأكسجين من اللنجز اللي هي الرئتين لكافة أجزاء الجسم أو أنسجة الجسم. تخيلوا لو الأكسجين ما تمش نقله للبادي تيشوز، شو ممكن يصير؟ خلاص موت للتيشو. فبالتالي شوفوا قديش أهمية الهيموغلوبين. عشان هيك كتير بصير خلل في الجسم لما يكون في عنا هيموغلوبين ديفيشنسي، أو بكون في عنا أنيميا في الدم، يعني قيمة الهيموغلوبين قليلة. glucose transporters glucose transporter move glucose to your cells. يعني برضو البروتينز اللي هي بتنقل الجلوكوز للخلايا. طبعا هذا الإشي جدا مهم، بكفي نحكي diabetes السكر. تخيل لو ما في بروتينات بتنقلنا الجلوكوز بتعبر جوا الخلايا، طب ما هي أكيد حتضل في البلاد ستريم وبيعطينا كميات فظيعة للجلوكوز في البلاد ستريم، فبالتالي بيعطينا الديابيتس اللي هو مرض السكر. شوفوا شو الأهمية، يعني إحنا قاعدين بنقرأ جمل، لو بدنا نيجي نبحث في كل جملة عبارة عن بحر. هذا الإشي راح نحاول شوية نفصله المحاضرة الجاية بإذن الله. شوية معلومات زيادة بتعزز المعلومة الرئيسية داخل الدماغ عندنا. يعني لما بدنا نيجي نربط شو هو والله الفلود بالانس، ليش لازم يصير فلود بالانس في جسمنا؟ فبالتالي بعرف انه الالبيوم والجلوبيولين هدول البروتينات لهم علاقة بالفلود بالانس. لو بدي اجي افكر ليش لازم تكون البي اتش فاليوز في الجسم موجود في البلد او في الجسم، السوائل لازم تكون محددة ومعروفة ما يصير فيها اي خلل، عشان في بعض الوظائف بصير فيها خلل إذا صار في أي مشكلة في قيمة البي اتش. تمام. بالنسبة لموضوع الاستراكشر والسترينث والإلاستيسيتي، لما بدنا نعرف البروتينات اللي هي الفايبرس اللي لها علاقة بالألياف، بالتيشوز الموجودة بالجسم، شو هي هاي البروتينات، فبالتالي بترسخ المعلومة جواتنا أكثر لما بدنا نيجي نعرف شو هذا المكون مثلا اللي للشعر، للأظافر، للأمور هذه، كثير بتعزز داخلنا المعلومة. الإنزيمز حكينا عنها، الهرمونز كمان حكينا عنها، تنسوش تعطوني معلومة عن الهرمونز. شو الأنتيبوديز اللي بتتصنع من خلال البروتينات، كل هذا الأمور صحيح إنه مش ضرورية جدا إنه نعرفها، لكن لا يمنع إنه نعرف شغلات بسيطة عنها تدعم المعلومة وتعطينا المعلومات الكافية كصيادلة. يعني مش طالبة التعمق، ولكن إنه طالبين إنه يكون في عنا شوية معلومات لو حدا انسأل، لو كنا كمان في
ميدان العمل نعرف شو نجاوب. حكينا الجلوكوز ترانسبورترز انه هي بتنقل الجلوكوز للسيلز، حكينا عن الهيموجلوبين انه هو بينقل الاكسجين من الرئتين للأنسجة في الجسم، فبالتالي بسموها انه هو تغذية الأنسجة بالأكسجين، oxygenization of tissues، كمان جدا مهم. تخيلوا لما يكون في شوية نقص في الجلوكوز على المخ، شوف شو ممكن يصير، يعني أقل شيء ممكن يصير صداع، أقل شيء. lipoproteins اللي هي البروتينات اللي مربوطة بالليبيدز الدهون، transport cholesterol and other fats in your body، هذه لها علاقة بنقل الكوليسترول والدهون الثانية الموجودة بالجسم. يعني كل نوع من البروتينات، كل خصائص أو خاصية أو صفة للبروتين بتهيئه أو بتعطيه الصلاحية إنه ينقل بعض المركبات، سواء كان أكسجين، جلوكوز، كوليسترول أو إيش الدهون النافعة، ونقلها إلى باقي الخلايا عن طريق الدم. Protein can serve as a valuable energy source, but only in situations of fasting, exhaustive exercise, or inadequate calorie intake. هذا الشيء جدا مهم. خلينا نعرف انه البروتين كمان ما له علاقة فقط في تصليح او انه الخلايا يتم لها التئام او بناء الجسم او كافة هذه الوظائف. في شغلة مهمة ممكن احنا نجهلها، انه كمان هو ممكن يكون مصدر من مصادر الطاقة. احنا بنعرف انه مصادر الطاقة يعني اللي ماخذ الماجوريتي فيها او معظم الطاقه بتعطينا اياها الكربوهيدرات اللي بناخذها بالاكل، تمام. لكن في شغله لازم نعرفها، انه لما يكون في عندنا شيء له علاقه بالمجاعه، شيء له علاقه بالصيام، شيء له علاقه بنوع من انواع الرجيم اللي بتخلينا ما ناخذ الكالوريز الكافيه للجسم، كالوريز جدا مهمه في عمليات البناء وفي عملية الهدم أيضا، يعني تمام. فلما يكون inadequate calorie intake، ما بناخدش الكمية الكافية، البروتينات ممكن تعطيني أو تهيئ نفسها تكون كمصدر من مصادر الطاقة. هذه الشغلات خليها للمحاضرة الجاية، لأنه لما بنتشعب فيها يعني شوية بدها تاخد من وقت، ما بدي أقطع الأفكار ونقول للمحاضرة الجاية، تمام. خلينا على قد نوقف لعند الـ functions of a protein in your body، راح نحكي كمان عنها بشكل شوي أوسع بداية المحاضرة بكرة، نحكي شوية أمثلة عشان تعزز المعلومة جواتنا. هو يعني لو بدنا نيجي نحكي عن البروتينز ما بدنا نتعمق كثير فيها، بكفينا انه نعرف شو مكوناتها، كيف بتتكون، كيف بتتكسر، لشو بتتكسر، شو اهم البروتينات الموجودة بالجسم، وظائفها، لايش البروتينات، شو الوظائف الحرجة جدا. يعني بس من الملاحظ انه اغلب الوظائف الموجودة او دور البروتينات الموجودة بالجسم كثير مهمة وحرجة، ما في إشي بيقل عن الثاني، تمام؟ في حدا عنده أي سؤال في اللي إحنا حكيناه خلال هذه المحاضرة؟ زي ما حكيت، لايبوبروتين عبارة عن البروتين اللي فيه ارتباط مع مادة ليبيد، يعني مركب بروتين بالإضافة إلى جزء من الليبيد مرتبط فيه، هدول بكونوا كمان موجودين بالدم، راح نحكي عنهم إن شاء الله المرة الجاية أمثلة كمان حتى إنه ترسخ المعلومة جواتنا. إيه واللي بتنقل برضو الجلوكوز، اللي بتنقل الهيموجلوبين، قديش جدا مهم إنه يكون الهيموجلوبين عندنا بالمتوسط أو بالقيمة اللي لازم تكون. حدا بيعرف قديش الهيموجلوبين ما لازم يكون موجود بالجسم سواء عند الستات أو عند الرجال؟ نعرف إنه القيمة شوي بتختلف، يعني لازم عند الرجال تكون شوي أعلى، أو طبيعة أجسامهم إنه لازم يكون الهيموجلوبين نورمالي بيكون أعلى من الست. إمتى بنحكي عن الشخص عنده أنيميا، ما عنده هيموجلوبين كافي، ما بينقل الأكسجين للتيشوز، فبالتالي بصير في عنده صداع، بصير في عنده ضعف شوي في البصر،
ما بشوفش كتير منيح، هذا عرض الأنيميا، الهزلان ما كتير بكون نشيط خلال اليوم، لون جسمه تخيلوا بأثر على لون الجسم، فيل بكون شاحب، كتير أمور، الدوخة، عدم التركيز، تخيلوا قديش بيلعب دور إنه لو صار خلل في هذا البروتين اللي هو الهيموغلوبين قديش بيأثر على نقل أو وجود الأكسجين في الخلايا طبعا عن طريق الدم. فهي عادة المصنفات الحديثة لموضوع الهيموغلوبين من 7، الدراسات الحديثة هي أقل من 7 بكون طبعا 7 وتحت في الحالات الحرجة أو السيفير أنيميا إحنا بنسميها، يعني بتكون كتير عنده مشاكل. وفي للأسف بعض الناس له علاقة بجينات أو وراثة، دائما قيمة الهيموغلوبين عندهم منخفضة. إذا بتلاحظوا كلمة هيموغلوبين، أنا مش راضية أفوت في تجزئها بس بدي أحكي عنها بشكل مبسط، هيم يعني حديد، جلوبين له علاقة بالبروتين، تمام؟ حديد يعني قديش مهم الحديد في تكوين هذا البروتين، فبالتالي نقص الحديد ليش احنا بنسميها ايرون ديفيشنسي انيميا، يعني انيميا نقص او عوز الحديد. لما يكون الحديد قليل ما بناخده في الاكل، ما بيتم امتصاصه في الجسم، بالتالي بأثر لي على قيمة او قديش في تركيز الهيموغلوبين بالجسم، فبالتالي بأثر لي على نقل الاكسجين للتيشوز. فشوفوا قديش عنصر الحديد مهم، هذا بخلينا نروح اتجاه شو الأطعمة اللي فيها الحديد، شو الأشياء اللي بتكسر الحديد ومش لازم أخذها مع الوجبة اللي فيها حديد، تتشعب الأمور يعني. فبالتالي خلينا هنا حكينا بشكل مبسط عن الفانكشنز، راح نعمل كونكلوجن بكرة، تلخيص، وشوي نحكي أكثر عن موضوع الوظائف، ونفوت في موضوع اللي هو الليفلز والكومبوزيشن اوف بروتين ستراكشرز، حتى احنا نربط المعلومات في بعض ونقدر نوفي موضوع البروتينز. حدا عنده أي سؤال اللي هون أو اللي عندي على الزوم؟ يا ريت معانا 3 دقايق نحاول، إذا في عندك أي سؤال، في عندك أي معلومة حابب تتأكد منها تحكيها تسأل عنها. واضحين بالبروتينات يعني؟ على فكرة هي كثير مهمة البروتينات من وإحنا صغار، كل بروتين، ما تركز على الكربوهيدرات، كل بروتين، البروتينز هي أهم إشي في موضوع النمو، نمو الجسم، الحفاظ على عدم وجود الأمراض، تقوية المناعة. اللي بياكل البروتين سواء البروتين الحيواني الكامل أو بروتين النبات الناقص كتير بصير في عنده مناعة ضد كتير أمراض، وبتقوي الجسم، النمو بصير في المستوى المطلوب. ليش؟ لما بدنا نيجي نربط فيه، ليش النمو بيكون في المستوى المطلوب؟ لأنه هيها قدامنا هرمونز، البروتينات لها علاقة بالهرمونز، هرمون النمو، ما هو إشي أساسي في إنه النمو الجسم، فبالتالي هي مهمة. دكتورة ممكن تبعتي لنا دروس بي دي إف؟ راح أبعتها بي دي إف أكيد، أو من خلال المركز راح يبعتوا لكم إياها. أنا بقترح لحتى تقدروا أو يسهل عليكم الموضوع إنه من خلال محاضرة يعني lecture by lecture كتير يكون أفضل لكم، أو ممكن سلايدات كاملة عن البروتينز، يعني هان عبارة عن 32 سلايد ممكن نبعتهم كلهم، لحتى إنه أنتو أنا راح أبعتها إن شاء الله على الجروب إذا ما بعتها خلال اليوم. تمام؟ حدا عنده سؤال بالمادة نفسها يعني بالشرح اللي شرحناه اليوم؟ تمام، من الواضح انه ولا يهمكم، ما تقلقوا الموضوع مش صعب. زي ما حكيت لكم مش بنتعمق في المواد بشكل كتير كبير، اللي بيلزمنا من المادة بنحكيه، اللي بيلزمنا كصيادلة براكتيكال بنحكيه. مش حلو انه نكون عارفين طرف المعلومة، نحاول نعرف الشيء المهم في المعلومة مش كلها على بعضها. بالتوفيق إن شاء الله بكرة بنكمل مع البايوكيمستري موضوع البروتينات في محاضرة رقم 4 إن شاء الله.
يعطيكم العافية ونهاركم سعيد.